مساء الخير وأهلا بكم إلى هذه النشرة المفصلة من تلفزيون لبنان. مساء الخير. يوم واحد وتنتهي السنة وتنتقل ملفاتها إلى العام الجديد، وفيها ملف العسكريين المخطوفين الذي تحرك اليوم بإعلان وسام المصري شروط داعش وتمسك الأهالي بتحديد واضح للوسيط، ملف عبد الرحمن حمودة وزوجته اللذين تكشف موتهما في أربيل عن جريمة، ملف الفساد الذي ظهر الوضع السيء لإهراءات القمح في مرفأ بيروت، ملف العلاقة بين التيار الوطني الحر وحزب الله بعد تنحي غالب أبو زينب عنه واعتزام وفد من الحزب زيارة الرابي غدا، ملف أمن الحدود الشرقية والجنوبية للبنان بعد محاولات تسلل مجموعات سورية واتخاذ الجيش إجراءات إضافية، ملف قانون السير الجديد الذي تناقلته المواقع الإلكترونية والذي يحتاج إلى شرح مفصل للمواطنين الذين ساورهم القلق حيال موعد بدء تطبيقه، ملف الحوار بين حزب الله وتيار المستقبل الذي يفتح صفحاته بعد رأس السنة بجلسة ثانية هي الأولى فعليا، وملف الحوار بين الرابي ومعراب الذي ينتظر أن يتيح لقاء بين عون وجعجع. وإلى كل هذه الملفات يبقى أمن سهرات رأس السنة حديث الناس، والمدير العام لقوى الأمن الداخلي سيتحدث عن ذلك عند السادسة من مساء غد. وفي الأمنيات للعام الجديد قال الوزير درباس: نتمنى أن نقدم استقالة الحكومة إلى رئيس الجمهورية الجديد. أما البداية فمن ملف العسكريين المخطوفين. ثلاثة مطالب أعلنها الشيخ وسام المصري قال إنها من داعش، وزاد: معركة داعش ليست مع الحكومة اللبنانية ولا الجيش اللبناني، إنما مع حزب الله الذي يتدخل في شؤونهم ويقتل أطفالهم بحسب تعبيره. وأعلن المصري أن داعش أعلنت عن وقف قتل العسكريين طالما المفاوضات جارية، مؤكدا أن أي إخلال بالمفاوضات يعرض العسكريين للقتل. تأمين اللاجئين السوريين من الاعتداءات المتكررة من قبل الحزب عليهم في لبنان، وذلك بإنشاء منطقة عازلة منزوعة السلاح تمتد من وادي حميد إلى جرد الطفيل إلى عرسال. ثانيا، تأمين معدات مشفى طبي معاصر مع مستودع أدوية متكامل لعلاج المرضى. ثالثا، إخراج كل النساء المسلمات المعتقلات بسبب الملف السوري. أهالي العسكريين من جهتهم أكدوا أنهم مع كل إنسان يريد حل قضية العسكريين، لكن بعد تكليف رسمي من الدولة اللبنانية. بدنا هالمطالب تيجي بشكل رسمي لحتى نعرف حالنا نحن كيف بدنا نتصرف مع الدولة، كيف بدنا نضغط عليها. هو مكلف رسميا هلا. نحن اجينا اتصال من فترة انه هن بدن احمد فليتي. ما جينا اتصال ديني كلفوا وسام المصري، ما شكرنا لوسام المصري، ما احترامنا لوسام المصري، ما جينا اتصال ديني. نحن بدنا شيء رسمي، اتصال كلفنا وسام المصري، بس هذا صار لعب. واتمنى اهالي العسكريين ان تسرع الدولة اللبنانية في تكليف اي شخص لحل قضية ابنائهم. بعد سلسلة مطالب قدمها الشيخ المصري من الدولة الإسلامية، على ما يبدو ملف المخطوفين العسكريين لا يزال مكانك راوح. من رياض الصلاح، توفيق بجاني، نيلة شهوان، تلفزيون لبنان. في ملف الفساد الغذاء، جولة للوزراء أبو فاعور وشيب وحكيم في إهراءات المرفأ، والحصيلة أدنى الشروط الصحية غير متوفر في الإهراءات ووجود عدد هائل من الطيور يتقاسم حبة القمح مع المواطن. مسلسل مكافحة الفساد تابع، والجديد أن اللبناني يتقاسم حبة القمح مع الجرذان والحمام. هذه هي الخلاصة التي توصل إليها الوزير وائل أبو فاعور بعد جولة على إهراءات القمح في مرفأ بيروت، شاركه فيها وزير الزراعة أكرم شيب ووزير الاقتصاد ألان حكيم، وذلك للوقوف عندما تم تحسينه وفقا لملاحظات وزارة الصحة التي وضعت قبل 15 يوما. الغرف الصيانة الموجودة جوا كمان بتصور هي بيئة مثلى لتواجد الجرادين فيها بعد علاج. وضع الشاحنات اللي بتنقل الحبوب من الإهراءات، المطاحن سيء جدا من ناحية النظافة وهيكل اللي غير ملائم لنقل الحبوب، رغم انه الشاحنات اللي كانت معروضة واضح انه جايبين افضل ما يمكن. اللي بقدر يقوله باستنتاج انه اللبناني يتقاسم حبة القمح ولقمة الغذاء مع جرذان
مع الحمام. آسيا هذه. لا 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 خليني عفوا. مش محل. مع الوزير. هلا بيجي روحنا مع الوزير فيك تعلق على كلامي بالطريقة. العدد اللي شفناه من القوارض، العدد اللي شفناه من الحمام، هذا أمر غير مقبول. أنا أحكي صراحة. بس ما بدك بأمحل لبنان. يا حبيبي هلا إذا بعد إذنك حضرتك. فيك تعمل بيان وعمل واجبك، خلنيش كل كلام ثاني، في عندك وزير مسؤول عنك، عمل واجبتك، وراح انتقل للمرحلة الثانية، في معالي وزير متنور وأنا بوثق فيه، في محاسبة لازم تصير، في محاسبة لازم تصير، هذا الأمر مش مقبول، مش مقبول إنه كل حبة قمح لكل المواطن اللبناني ممكن يكون فيها هي حبة مرض محتمل. الوزير الشهيب لفت إلى أن مشكلة القوارض والطيور كبيرة جدا والروائح كارثية. وإن شاء الله هلق مع الإدارة الجديدة نقدر نوصل لمحل من خلال هذا الذي رآه الشعب اللبناني اليوم. موضوع الملاحظة، في 4000 سائق شاحنة بعتاج في WC وحدة إلون بحرم المر، هذا عيب ولا يجوز. في حالة كارثية بكل المواضيع النظافة والروائح اللي شفناها تحت. وزير الاقتصاد آلان حكيم أشار إلى أن إهراءات القمح فيها شوائب يجب إصلاحها. المسؤولية مش بس مسؤولية إهراءات مثل ما قال معالي الوزير، في كمان مسؤولية على المحيط والإدارات والوزارات المختصة بمحيط الإهراءات لتأمين لقمة العيش اللبنانيين وهذا بأسرع وقت ممكن. إشارة إلى أن الوزيرين الشهيب وأبو فعور كانا قد علقا في مصعد الإهراءات قبل المؤتمر الصحفي بعد عطل تقني طرأ على المصعد واستمر لمدة نصف ساعة، فيما كان الوزير حكيم قد فضل الانتظار في صالة المؤتمرات وبذلك نجا من العلقة. وفي عرسال الجيش اللبناني يشدد إجراءاته منعا لتمدد المسلحين الإرهابيين. منذ 8 من آب الماضي تاريخ اندلاع المعركة مع المجموعات المسلحة بقيت ساحة عرسال والجرود في دائرة الضوء، وبقيت حتى اليوم العنوان الأول في الصحافة اللبنانية، غير أن الساعات القليلة الماضية حفلت بتطور نوعي. ووفق المراجع العسكرية لا تراجع عن قرار التشدد على حواجز الجيش في البلدة ولا تراجع عن قرار الاستحصال على تصاريح العبور. هدف الإجراءات الأمنية الجديدة المشددة تقليص مساحة تحرك المجموعات الإرهابية المسلحة والإقفال النهائي لكل منافذ التمويل والتهريب في اتجاه الجرود، لا سيما تهريب المؤن والمواد الطبية والمحروقات، وكذلك تهريب العناصر المسلحة من الجرود إلى عرسال وبالعكس. وقد أوقفت الوحدات العسكرية في الآونة الأخيرة بعض السوريين في عرسال، تبين أنهم من الذين شاركوا في الاعتداء على الجيش في المعركة وانتقلوا إلى الجرود ومن ثم عادوا تسللا إلى عرسال. ووفق المعلومات المستقاة من مندوبنا في البقاع محمد عبد الله، فإن ثمة خلافات نشبت بين تنظيمي جبهة النصرة وداعش الذي بات يسيطر على المنطقة الجردية على خلفية أمرة المنطقة. في خريطة تواجد المسلحين، فقد أشارت مصادر سورية إلى أن المجموعات المسلحة انسحبت من عدة مواقع لها في المرتفعات التي كانت تتمركز فيها في جرود القلمون بفعل الطقس، وانتقلت إلى جرود عرسال الأكثر دفئا نسبيا. ووفق التقديرات العسكرية فلا تغيير جذريا على الأرض في هذه الفترة بسبب الطقس، وهناك مناوشات فقط، والجيش يستهدف تجمعات المسلحين سواء كانوا من تنظيم داعش أو النصرة أو أي فصيل آخر في جرود الجبة وعسل الورد وفليطة. أمنيا أيضا، مداهمات للجيش اللبناني وملاحقة متورطين بإطلاق نار واعتداءات إرهابية في طرابلس وتوقيف سوريين حاولوا التسلل في شبعة. دهمت قوة من الجيش عصر الاثنين أحد الأماكن المشبوهة في منطقة باب التباني، وعوقفت المدعو يوسف محمد الغمراوي الملقب مازن الغمراوي، والذي سبق أن أقدم مع آخرين على إطلاق النار في اتجاه حافلة عسكرية في محلة الملول طرابلس في 5/8/2014، ما أسفر عن جرح عدد منهم، كما شارك في الاعتداءات على الجيش في حوادث طرابلس الأخيرة، إضافة إلى إقدامه في أوقات مختلفة بالاشتراك مع آخرين على إطلاق نار ورمي قنابل على دوريات وأليات عسكرية في منطقة طرابلس.
الجيش ضبط في المكان كمية من الأسلحة. بيان آخر لمديرية التوجيه في قيادة الجيش أشار إلى أن قوى الجيش أوقفت مساء الاثنين المدعوين أحمد جمال زين وأحمد عنكزلي ومصطفى نور الدين حجازي وبشار حمادي، جميعهم من التابعية السورية، لدى محاولاتهم التسلل في اتجاه بلدة بيت جن السورية عبر جرود المنطقة. وقد أصيب المدعو أحمد جمال زين بجروح غير خطرة عندما لم يمتثل هؤلاء للإنذارات. تم نقل الجريح إلى أحد مستشفيات للمعالجة وبوشر التحقيق مع الموقوفين. التطورات الأمنية عرضها قائد الجيش العماد جان قهوجي مع المدير العام لأمن الدولة اللواء جورج قرعة، وتناول البحث سبل تعزيز التعاون بين المؤسستين. ولتبقى ليلة رأس السنة مناسبة للطلاق والفرح، تدابير وإجراءات سير صارمة للتقليص من عدد حوادث السير تم التشديد عليها خلال مؤتمر صحفي لهيئة إدارة السير في مقر الإدارة اليوم. ما تقتل فرحة العيد وخلي عيونك على الطريق، عنوان الحملة الجديدة التي أطلقتها هيئة إدارة السير برعاية وزير الداخلية نهاد المشنوق وبالتعاون مع شركة ألفا التي قدمت الدعم المالي والإعلاني للحملة ومن إعداد قسم الإعلام والعلاقات العامة. هذه الحملة التوعوية ليلة رأس السنة تميزت بتقديم نقابة شركات التاكسي سيارات أجرة مجانية بتصرف غرفة التحكم المروري لنقل المواطنين غير القادمين على القيادة. في عنا بغرفة التحكم المروري ليلة رأس السنة 100 سيارة تاكسي مجانية قدمتها النقابة تحت تغطي هالليلة. مجرد الاتصال على رقم الغرفة يلي هو الهوت لاين 1720 من أحد أصحاب المطاعم أو من أهالي الشباب يلي هن بيعرفوا أن أولادهم بكثروا شرب، مستعدين نبعث سيارة تحتى ترافي تحتى يرجعوا بتاكسي ليلة رأس السنة تحتى ما يسوقوا. أولا المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء إبراهيم بصبوص رفع نسبة الجهوزية في قوى الأمن الداخلي 90%. تم تجميد منح المأزونيات للضباط والعناصر يقوموا بأعمالهم على أكمل وجه على الطرقات وفي قطاعاتهم. إقامة ليل أمني على كامل الأراضي اللبنانية. إقامة نقاط تمركز أمام داخل الكنائس ودور العبادة والمؤسسات التجارية وأيضا المطاعم والملاهي، أيضا أكيد يعني والمؤسسات التجارية والمجمعات الكبيرة. تكثيف الدوريات السيارة المعززة على الطرقات وهون باللباس العسكري ودوريات باللباس المدني. أيضا هناك دوريات مشاة لسيما في الأسواق التجارية، تعزيز دوريات المشاة في الأسواق التجارية. وكانت كلمة للمديرة العامة لوكالة الوطنية للإعلام لور سليمان التي جددت الدعم لغرفة التحكم المروري عبر التعاون في نشر الأخبار المتعلقة بتوعية المواطنين. عبد الرحمن حمودة وزوجته ضحى لم يموتا نتيجة تسرب غاز في أربيل، بل قتلا في غرفة نومهما ثم أحرقت جثتاهما والشرطة تلقي القبض على القاتل. بعدما شاع أن المهندس عبد الرحمن حمودة وزوجته قضيا بسبب تسرب غاز في أربيل، كشفت الشرطة العراقية أن خلفية الجريمة جنائية وأن مهندسا كرديا أقدم على قتل الزوجين في غرفة نومهما ثم عمد إلى حرق جثتيهما. وقال مدير شرطة أربيل أنه تم إلقاء القبض على القاتل بعد يومين من ارتكاب الجريمة، وهو كان يعمل في شركة الإسمنت الصناعي التي يعمل فيها المغدور لكنه طرد لأسباب مسلكية. وأضاف إن المتهم ذهب في ليلة 23 و24 من الشهر الجاري إلى منزل الزوجين اللبنانيين حاملا الحلويات بحجة تقديم التهنئة ومعه سلاح متطور، ثم قام بقتلهما. عقب ذلك نقلهما إلى غرفة نومهما ثم أدرم النار فيها باستخدام مدفأة غازية وحرق جثتيهما لإخفاء معالم جريمته. وبعد نقل الجثتين إلى الطبيب العدلي تبين أنهما قتلا ثم أحرقت جثتاهما، وبدأت التحقيقات في الحادث وتم إلقاء القبض على القاتل الذي كان قد تهيأ للسفر إلى خارج البلاد.
يذكر أنه مضى على زواج عبد الرحمن نحو 4 أشهر، وقد انتقلت معه زوجته إلى أربيل. وفي ليلة الجريمة كانت تتحدث إلى والدتها عبر الهاتف وأخبرتها أن ضيفا ثقيلا في منزلنا وقد جلب معه هدية وأعاد مبلغ $200 كان قد استدانه من عبد الرحمن. وذكرت المعلومات أن المغدور دخل إلى المطبخ ليجلب سكينا ويفتح الهدية كما أخبرت الزوجة أمها عبر الهاتف. وكان آخر ما سمعته الأم صوت طلقة نارية، وأخذت تعاود الاتصال لساعات من دون نتيجة قبل أن تتضح معالم الجريمة. فقد أطلق الجاني 7 رصاصات على كل من الزوج والزوجة وأدخلهما إلى غرفة النوم وأحرقهما. محمود سعيد بطل فارس ونجود في ذمة الله بعد صراع مع المرض. يا هلا برجال البادية، يا هلا يا هلا، يا هلا بالخيل الغادية، يا هلا يا هلا. هو خالد بن الوليد في فيلم الرسالة، وهو الذي حفلت مسيرته الفنية بأعمال ناجحة من مسلسلات وأفلام سينمائية، كان أبرزها مسلسل فارس ونجود مع المطربة سميرة توفيق، ومسلسل سر الغريب مع رشيد علامي، وفيلم غزلان، ومسرحية المهرج لمحمد المغوط. الوثب من فوق الحفرة ما هو مخيف لهذا الحد، ومعظم رجال القبيلة وثبوا وما جرى لهم شيء، واني أريد عفين يصير راجل صنديد. إنه الممثل الفلسطيني محمود سعيد صاحب الحنجرة الرخيمة التي جعلته إلى جانب موهبته نجما من دون منازع في عشرات الأعمال التلفزيونية والإذاعية الدرامية والبدوية التي سجل له إطلاق مجدها. سيكون الغروب بعد 5 ساعات وأنت لن تحتاج إلا لـ4. سنسير طوال الليل والنهار فنصل بغداد مساء الغد. ولد محمود سعيد في مدينة يافا الفلسطينية العام 1941، وانتقل في سن 7 للعيش مع والدته في صيدا اللبنانية، فيما كان أشقاؤه يجاهدون في جيش الإنقاذ دفاعا عن فلسطين. وكان سعيد محبا لفلسطين، وقال في آخر أيامه: عدونا لا يريد لنا الحياة الحرة، يقتل كل شيء جميل فينا، وفي مقدمة ذلك الثقافة، ونحن ننساق إلى ما يخططه لنا عدونا من دون تردد. لحظات مع الإعلان ثم نتابع هذه النشرة. ونواصل نشرتنا من تلفزيون لبنان. أفاد مندوبنا في الجنوب حسين حديفي أن قوة مشاة إسرائيلية قوامها 12 عسكريا خرقت خط الانسحاب في مزرعة مصر داخل مزارع شبع المحتلة، وتوغلت أكثر من 50 مترا داخل الأراضي المحررة، واستطلعت المنطقة على مدى نصف ساعة قبل أن تعود وتنكفئ باتجاه المزارع المحتلة. وقد أعلنت وحدات الجيش اللبناني حالة الاستنفار واتخذت التدابير الميدانية اللازمة تحسبا لأي طارئ، واتصلت بقوات اليونيفيل احتجاجا على هذا الخرق. رئيس مجلس النواب نبيه بري عرض الأوضاع الأمنية والإجراءات المتخذة خلال فترة الأعياد مع المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء إبراهيم بصبوص، وبحث مع الوزير رشيد درباس أوضاع الشمال وطرابلس. عرضت معه شؤون وزارة الشؤون الاجتماعية ومسألة اللاجئين السوريين وأيضا قضايا طرابلس والشمال، وقد أبدى اهتمامه الكبير، وقمت بشكره أيضا على اهتمامه ورعايته لمشاريع طرابلس، ولقد شجعنا على ضرورة إنشاء مجلس لإنماء الشمال وآخر لمجلس لإنماء البقاع كما هو في مجلس الجنوب، باعتبار أن تلك التجربة كانت تجربة رائدة ومفيدة جدا. في السراء الحكومي سلسلة لقاءات للرئيس تمام سلام، تفاصيلها في هذا التقرير. تسلم رئيس الحكومة تمام سلام دعوة من مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، نقلها إليه الأمين العام للمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى دكتور خلدون عريمت لحضور الاحتفال الديني الكبير في ذكرى المولد النبوي الشريف، والذي تقيمه المديرية العامة للأوقاف الإسلامية في مسجد محمد الأمين قاعة الرئيس الشهيد رفيق الحريري عند 6:30 من مساء السبت المقبل. في السرايا عرض الرئيس سلام شؤونا مالية ومصرفية مع نائب حاكم مصرف لبنان دكتور محمد بعصيري، والتقى السلام رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني الوزير السابق حسن منيمني والنائب السابق محمد برجاوي، من الزوار السيد هادي الصلح والسيدة كارلا جزار. الرئيس سليمان دعا لحوار صريح وجاد بين مختلف المكونات السياسية.
أمل الرئيس ميشيل سليمان أن يكون مطلع السنة المقبلة محطة مفصلية لعودة الطلاق والحوار الصريح والجاد بين مختلف المكونات السياسية، توصلا إلى تفاهمات حول القضايا الداخلية وأهمها انتخاب رئيس جديد للجمهورية. وشدد خلال استقباله نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع سمير مقبل والوزيرين عبد المطلب حناوي ورشيد درباس والنائب زياد القادري على ضرورة إلاء الوضع الأمني أهمية كبرى في المناطق، فسيما عند الحدود السورية اللبنانية، داعيا المواطنين في تلك المناطق إلى ضرورة التعاون مع المؤسسات العسكرية الضامنة الوحيدة لاستقرار وحماية لبنان. الرئيس سليمان استقبل اليوم وفد من الجماعة الإسلامية ورئيس بلدية طرابلس نادر الغزال. أبرق رئيس سعد الحريري إلى رئيس البرلمان الأوروبي مهنئا بالقرار الرسمي صادر عن البرلمان في 17 من الشهر الحالي والقاضي بالاعتراف بالمبدأ بدولة فلسطين وبحل إعلان الدولتين. نائب رئيس الجمهورية العراقية إياد علاوي دعا لاستراتيجية واضحة ونظام إقليمي يؤهل قوى الاعتدال لجبهة التطرف. أكد نائب الرئيس العراقي عياد علاوي أنه مع الحوار بين حزب الله وتيار المستقبل ومع أي حوار ومصالحة في لبنان، مشددا على أن وحدة لبنان ستكون مثالا يحتذى به في المنطقة. علاوي وفي مؤتمر صحفي تمنى سنة خير واستقرار وسلام للشعب اللبناني وللأمة العربية، وشدد على أن زيارته هي للتضامن مع الشعب اللبناني الذي يواجه التحديات الصعبة آملا إجراء انتخابات للجمهورية في لبنان، ومشيرا إلى أن محادثاته مع المسؤولين ركزت على أوضاع العراق ووضع المنطقة وما يضمن استقرارها. وفي ما خص الملف السوري أشار علاوي إلى صعوبة الحسم العسكري مشددا على أهمية التسوية المطلوبة، واعتبر أن الدول الكبرى تحبذ التسوية على قاعدة جنيف واحد أو جنيف اثنين. الحسم العسكري صعب جدا يعني، والتسوية السياسية مطلوبة، وإحنا تحدثنا مع كثير من دول العالم ومن روسيا الاتحادية، والتقينا مع الرئيس بوتين بالإضافة إلى لقائنا مع رئيس جمهورية فرنسا ورئيس وزراء بريطانيا، والكل يحبذون الاتفاق انتهاء المشكلة سياسيا بناء على قاعدة جنيف، مؤتمر جنيف الأول ومؤتمر جنيف الثاني. علاوي أكد أن داعش يؤذي المنطقة بأكملها ما يستوجب استراتيجية واضحة ومتكاملة الجوانب، وفي مقدمها وضع نظام إقليمي جديد يؤهل قوى الاعتدال لمواجهة قوى التطرف. في بكركي التقى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي السفير الإيراني في لبنان محمد فتح علي، وعرض معه التطورات المحلية والإقليمية، حاملا تهنئة المسؤولين الإيرانيين بالأعياد المجيدة، مشيدا بدور البطريرك الراعي في تثبيت الاستقرار والأمن. وجه رئيس مطار رفيق الحريري الدولي المهندس محمد شهاب الدين تعميما إلى جميع شركات الطيران وشركات الخدمات الأرضية العاملة في المطار، يعلمهم فيه بضرورة التشدد بمنع إدخال الثمار الطازجة بصحبة المسافرين القادمين إلى لبنان، تفاديا لانتقال الآفات الحجرية إلى لبنان عبر الثمار الطازجة. وأخبار محلية في هذه الصفحة. أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني سمير مقبل إثر ترأسه اجتماع لجنة درس قوانين الخدمة العسكرية في الوزارة عن الانتهاء من وضع التقرير الختامي لعمل اللجنة حول إعداد مشروع قانون جديد لنظام سن التقاعد من الخدمة العسكرية، كما أفاد عن رفع هذا التقرير إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء تمهيدا لإدراجه على جدول أعمال المجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنه. وزير الدفاع استقبل قائد الجيش العماد جنقاوجي يرافقه رئيس الأركان اللواء الركن وليد سلمان وأمين عام المجلس الأعلى للدفاع اللواء محمد خير، مدير المخابرات العميد الركن إدمون فاضل، والعميد الركن مروان الشدياق أمين سر المجلس العسكري، الذين قدموا له التهاني بعيدي الميلاد ورأس السنة. وختم لقاءاته باستقبال وزير الدولة لشؤون مجلس النواب محمد فنيش. المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم التقى في مكتبه كل من رئيس جمعية قولنا والعمل الشيخ أحمد القطان ورئيس حركة الإصلاح والوحدة الشيخ ماهر عبد الرزاق، وعرض معهما أوضاع البلاد. زار وفد من اللجنة التنفيذية للجنة الأولمبية اللبنانية وزير الشباب والرياضة عبد المطلب حناوي، وقدم الوفد التهنئة بالأعياد، وكانت فرصة لبحث العديد من الملفات الرياضية المتصلة باهتمامات محلية وخارجية.
مع حلول زمن الميلاد المجيد واحتفاء بمجيء المخلص، اكتست الجامعة الأنطونية الحلة الميلادية وازدانت بها فتلألأت وشعت بالأنوار المختلفة التي أطفت أجواء من الفرح والمحبة. بمناسبة عيدي الميلاد المجيد ورأس السنة الجديدة وبحضور عدد من الضباط، نظمت قيادة الجيش حفلات تكريمية لعائلات العسكريين الشهداء في نوادي الرتباء المركزية في مناطق الشمال والبقاع وجبل لبنان، تخللها إقامة نشاطات ترفيهية وتوزيع هدايا ومساعدات مادية على أبناء الشهداء. النائبة بهية الحريري عرضت الأوضاع العامة في البلاد والشأن الصيدوي مع المفتي الشيخ سليم سوسان، وكان اللقاء مناسبة للتباحث في تحضيرات المدينة للاحتفال بعيد المولد النبوي. كرمت حركة حماس المفتي الشيخ سليم سوسان لدعمه صمود غزة بتقديم درعا تقديرية باسم مكتب الأسرى في حركة حماس ولوحة فنية تجسد معاناة الأسرى الفلسطينيين. في حركة السير نشير إلى أن السير شبه متوقف بين منطقتي الكارنتينا والدورة وكثيف جدا بين جوني وكازينو لبنان في الاتجاهين، وتشهد مداخل كسروان أزمة سير حادة. وإلى الصفحة الاقتصادية مع زميلة ندى الحوت. بحسب المؤشرات التي أقفل عليها الاقتصاد اللبناني عام 2014، فإن الخبراء الاقتصاديون يرون أن الاقتصاد اللبناني هو الأسوأ منذ العام 2008. أستاذ إبراهيم عوض، حضرتك محلل اقتصادي ومالي، قراءة للوضع الاقتصادي عام 2014 وكيف الخروج منه عام 2015؟ كان الأداء الاقتصادي بال 2014 الأسوأ منذ العام 2010. نعم. واحد، إذا طلعنا نسب النمو بال 2009-2010 كان عندنا نسبة نمو 7%، بال 2014 نسبة النمو لن تتجاوز 1%. البعض يقول 1.5%. في كذا رقم، بس الحقيقة إنه مش راح تتجاوز 1%. اثنين، بنشوف إنه عندنا نمو بنسبة العجز بالمالية العامة، عجز الخزينة، من 6% إلى حدود حالياً 10% بالنسبة للناتج القومي. عندنا زيادة كبيرة كمان بنسبة الدين العام إلى الناتج القومي من 133% بال 2013 إلى 144% بال 2014. عندنا تراجع مثير بإداء القطاع السياحي أكثر من 35% مقارنة بال 2013. عندنا تراجع كبير بإداء القطاع التجاري أكثر من 30%، كما أنه الصادرات اللبنانية تراجعت بال 2014 بنسبة 12%. باختصار عندنا نمو كتير محدود بال 2014 مقابل زيادة كتير كبيرة بكلفة الدين العام، بنمو الدين العام بين 8-9%. يعني عندنا عجز 8%، عم ندفع فوائد وعجز بال 2014 8% زيادة على الدين اللي عنا اللي تجاوز ال 65 مليار دولار مقارنة بالعام 2013. يعني اليوم في ظل الأرقام اللي طرحتها حضرتك، كيف الخروج من هالاقتصاد، وضع الاقتصاد اللبناني في العام 2015؟ على المستوى المحلي البلد بحاجة الاقتصاد إلى صدمات إيجابية، يعني بده يشعر إنه في شيء تغير بالبلد. يعني إذا ببداية الفصل الأول من 2015 تم انتخاب رئيس جمهورية، هالشي بيعمل تأثير إيجابي نفسي عند المستثمرين المحليين والخارجيين. إذا تم فتح نجاح الحوارات اللي بدأت بين بعض الأطراف السياسية وشفنا خطاب سياسي معتدل، هالشي بيريح الناس. إذا شفنا في لملمة أكثر للوضع الأمني وتصدي بجدية لكل من يعكر صفو الأمن أو يحاول هز الوضع الأمني بلبنان، رح نشوف كمان رياح جديدة. يعني أستاذ إبراهيم، على أمل أن يحمل عام 2015 الأفضل والأحسن للبنان وللاقتصاد اللبناني. مزيدا من الأخبار بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد. أفادت القناة الإسرائيلية الثانية أن نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أصيب بجروح طفيفة أثناء تلقيه التدريب في الجيش، مشيرة إلى أنه نقل إلى مستشفى برزلاي الطبي في عسقلان، وأوضحت أنه من المتوقع إخراجه من المستشفى في غضون الساعات المقبلة، لكنها لم تحدد اليوم الذي أصيب فيه.
وإلى تطورات سوريا والعراق، كر وفر في العراق بين داعش والقوات العراقية واشتباكات عنيفة على محاور حلب في سوريا ومكمن ناجح ضد الجماعات الإرهابية في عسال الورد. بالبزة البرتقالية ومع أثار لكمة قوية على شفته السفلى، ظهر معاذ الكساسبة الطيار الأردني الذي سقطت طائرته واعتقله تنظيم داعش قرب مدينة الرقة شمال سوريا. الكساسبة الذي ظهرت صورته في مقابلة أجرتها معه مجلة دابق التي ينشرها التنظيم بالإنجليزية، كشف عن وجود 200 عسكري أمريكي في قاعدة موفق السلط الجوية بالأردن، بينهم 16 طيارا، إضافة أن أمريكيين وفرنسيين يستخدمون قاعدة جوية بالأردن، وأن بعضهم يستخدم قاعدة في تركيا. التصريحات التي نسبت إلى الطيار المعتقل أوضحت أن صاروخا حراريا أصاب الطائرة، ونقلت عنه قوله إن مهمته كانت تتمثل في تدمير مضادات الطائرات وتشكيل غطاء لطائرات مقاتلة أخرى، وردا على سؤال عن مصيره أجاب سيقتلونني. الحادثة الأولى من نوعها منذ بدء غارات التحالف الدولي لم تثني طائرات هذا التحالف عن شن مزيد من الضربات الجوية على مواقع تنظيم الدولة الإسلامية الذي قتل من عناصره العشرات في المعارك التي خاضتها القوات العراقية مدعومة بالحشد الشعبي، واستعادت بعدها الأجزاء الشمالية من بلدة الضلوعية. وعلى الرغم من الانتكاسات الميدانية التي لحقت به على أكثر من جبهة، واصل التنظيم المتطرف انتهاكاته، ففي الوقت الذي أفاد مصدر وزاري عراقي أن قياديا ليبيا بداعش قتل 150 امرأة بعد رفضهن جهاد النكاح، اختطف التنظيم من منطقة الفاروق غرب الموصل الصحفي محمد إبراهيم الذي يعمل لحساب وكالة عين الإخبارية وشقيقه الذي يعمل لحساب محطة تلفزيون نينوى. في الداخل السوري، وبالتزامن مع إضراب معتقلين في سجن حمص عن الطعام احتجاجا على احتجازهم على الرغم من انتهاء فترة الأحكام، فجر مقاتلون في المعارضة السورية نفقا يقع أسفل مباني تتمركز فيها القوات الحكومية في حلب القديمة، ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من العناصر ومسلحين موالين، وذلك بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان. على صعيد آخر، تبحث المعارضة السورية في وثيقة مبادئ ترتكز بشكل أساسي على المؤتمرات والقرارات الدولية السابقة بشأن سوريا، كما أنها تشدد على ضرورة التخلص من النظام الحالي بشكل جذري بحسب الوثيقة. وفي غضون ذلك، أعلنت جماعة الإخوان المسلمين في سوريا رفضها القاطع للمبادرة الروسية التي ترمي إلى إجراء مفاوضات في موسكو بين النظام والمعارضة. في ليبيا، انفجار استهدف مقر مجلس النواب في فندق دار السلام في مدينة طبرق. وعلى صعيد آخر، أعلنت الحكومة الليبية المعترف بها دوليا أنها وقعت عقدا بقيمة 6 ملايين دولار مع شركة أمريكية لمساعدتها على إخماد حرائق نشبت في صهاريج تخزين النفط في ميناء السدرة، وتستعر النيران منذ أيام في الميناء الذي يعد واحدة من المحطات الرئيسة لتصدير النفط في ليبيا، واندلع الحريق بعد هجوم صاروخي شنته ميليشيات فجر ليبيا التي سيطرت على العاصمة طرابلس في الصيف الماضي. أعلنت البحرية الإندونيسية أنه تم انتشال أكثر من 40 جثة لركاب الطائرة الماليزية التي تحطمت صباح الأحد في بحر جاوا. أعمال البحث مستمرة بعد 4 أيام على تحطم الطائرة، وهي طائرة الركاب الماليزية الثالثة التي تسقط هذه السنة. تناقلت وكالات الأنباء الأجنبية قبل قليل معلومات عن سفينة قبالة جزيرة كورفو اليونانية تبعث برسالة استغاثة للاشتباه في وجود مسلحين على متنها، ومزيد من الأخبار الدولية في هذا التقرير. أودى حريق هائل دلع في أحد المراكز التجارية بمدينة لاهور شرق باكستان بحياة 13 شخصا على الأقل، إضافة إلى عدد غير محدد من المصابين وفق السلطات الرسمية التي رجحت أن يكون الحريق ناجما عن ماس كهربائي. تظاهر الآلاف في البيرو رفضا لقانون عمل الشباب الجديد الذي يقلل وفق المعارضين من حقوق العمال، في حين يقول المدافعون عنه أنه سيقلل من نسبة البطالة.
حتى يتسنى للرئيس الأمريكي باراك أوباما لعب الجولف، اضطر زوجان أمريكيان من ولاية هاواي إلى نقل مقر زفافهما من ملعب كانيا كليبر بحسب شبكة فوكس نيوز الإخبارية الأمريكية. شقيقة العروس التي وصفت الأمر بالمحزن دعت أوباما إلى الاعتذار وتهنئة العروسين. إلى هنا تنتهي نشاطنا بيير، وأنا نشكر لكم حسن المتابعة، وإلى اللقاء في 11:30 من هذا المساء.